الخير عليكم على جميع من يشاهدنا عبر شاشة كل العرب MBC. من الخدمات المهمة اللي تقدم في موسم الحج هي الخدمات الصحية. اليوم نتحدث عن أكثر من 25 ألف من الكوادر الصحية اللي تخدم حجاج بيت الله الحرام. للحديث أكثر عن الخدمات الصحية انضم معايا معالي الوزير الأستاذ فهد الجلاجل. أهلا وسهلا بك معنا معالي الوزير على شاشة MBC. في البداية أبغى أسألك عن الوضع الصحي للحجاج بشكل عام. الحمد لله، يعني احنا في عرفة، في يوم عرفات، والحمد لله الوضع الصحي مطمئن بشكل كبير والله الحمد، ووضع الحجيج في راحة وصحة جيدة. جميع المهددات الصحية وضع لها خطط استباقية من وقت مبكر، والحمد لله اليوم نجني حقيقة تلك الاشتراطات وتلك الأمور. الحمد لله يعني وضع في وقت مبكر الاحتياطات اللازمة لهذه الجائحة. يعني السنة هذه استثنائية، لو نظرنا للسنوات الماضية في ظل استمرار الجائحة السنة هذه وصلنا إلى 1 مليون حاج، ووضعت الاشتراطات الصحية والاستعدادات الصحية لتحمل 1 مليون حاج رغم هذه الجائحة، والحمد لله الوضع جدا جدا مطمئن. مع الوزير، لو سألتك عن تعامل الصحة السعودية في موسم حج هذا العام خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة مهدد عالي جدا، ويمكن شاهدناه في الخارج ارتفاع درجات عالية جدا، إلا أن التوعية والتثقيف حقيقة في وقت مبكر ساعد بدرجة كبيرة للابتعاد عن الإجهاد والالتزام بموضوع المشي في الظل واستخدام المظلات. ونشوف في جبل الرحمة أمامنا جليا وضوح ذلك باستخدام المظلة بدرجة عالية، ومهددات صحية أيضا متعددة كلها كان لها استعدادات في وقت مبكر. مع الوزير، لو سألتك عن استقبال 1 مليون حاج السعودية، أعلنت عنها 850 ألف من الخارج، 150 ألف من الداخل، على ماذا بنت الصحة السعودية الاشتراطات الصحية لهؤلاء الحجاج؟ بنيت الاشتراطات الصحية في وقت مبكر لمهددات صحية متعددة. اليوم حنا في جائحة ومستمرة هذه الجائحة، لكننا في السنة الثالثة لها، وكان لابد أيضا بالنظر للمكتسبات التي تحققت في المملكة والمكتسبات التي تحققت في العالم في برنامج اللقاحات، فلذلك كانت هذه السنة استثنائية في الجائحة ووصل العدد إلى 1 مليون. أيضا هناك مهددات صحية أخرى لابد من أخذها بالاعتبار، فحنا في فصل الصيف وفي شهر جولاي يمكن أيضا لمست درجات الحرارة عالية جدا، فكان لابد من أيضا أخذ ذلك بالاعتبار، ووجود مهددات وبائية صحية أخرى ومنها جدري القرود ومهددات الكوليرا ومهددات صحية متعددة، فلذلك وضعت شروط الصحية لحج هذه السنة، وتم اشتراط عمر أقصى 65 سنة واستعداد العنايات المركزة لأي حالات. وإلى اليوم الحمد لله لجميع الأمور الوبائية لا يوجد أي تفشيات، والحمد لله لا يوجد أي إصابات في جدري القرود أو الكوليرا. وأيضا في ضمن استمرار الجائحة كنا نتوقع وجود حالات إيجابية لكورونا، وكان مهم أن نضع خطط لاستكمالهم لمناسكهم بطريقة آمنة لهم وآمنة أيضا للحجيج، والحمد لله جميع المؤشرات لا يوجد أي تفشي. الحالات الإيجابية يتم عزلها وفق بروتوكول صحي صارم مع الحملات، وهناك جولات رقابية من مراقبي وزارة الصحة على الحملات للتأكد من الالتزام بتلك البروتوكولات، والحمد لله جميع المؤشرات لا يوجد أي تفشي، وهذا يبين نجاح هذه البروتوكولات الصارمة والتزام الحملات في تطبيقها. بعيدا عن كورونا، مع الوزير، الصحة السعودية في كل عام وليس في الأعوام الماضية والثلاثة الماضية تواجه الأوبئة بشكل شرس، ما هي خطتكم في التعامل مع مثل هذه الأوبئة؟ المملكة، ويعني خلني أشارك بهذه المعلومة، منذ عهد المؤسس أول شؤون صحية أنشئت في المملكة هي الشؤون الصحية بمكة المكرمة، وذلك يرجع لأهمية خدمة الحرمين الشريفين والاشتراطات الصحية والاستعداد للوبائيات. أي وباء في العالم لازم ننظر له في الحج كل سنة، ويكون جزء من الخطط الاستعداد وجزء من الاستجابة أيضا فيها. فجميع الوبائيات كل سنة تتحدث، يمكن واجهنا كورونا، لكن واجهنا كورونا بأيضا خلفيات سابقة لاستعداد لجميع الأوبئة. لا يوجد وباء في العالم إلا نستعد له في الحج بآليات متعددة، منها الشروط ومنها الاستعداد والاستجابة ومنها أيضا العلاج. رسالة أخيرة حبت جامع الوزير. رسالة لجميع الحجيج أن يتقبل الله حجهم وحج مبرور وسعي مشكور، والالتزام بالتوعية والتثقيف الذي يتم، وخاصة البعد عن الشمس المباشرة وعدم إجهاد أنفسهم، لأن الإجهاد البدني أيضا في هذه الظروف مؤثر جدا، والالتزام بالشروط الصحية وتغطية الفم والوجه في الحشود وتجنب تلك الحشود. شكرا لك معالي الوزير، كنت معنا الحديث عن الأوضاع الصحية في حج هذا العام. بالفعل الصحة السعودية في كل عام تسخر كافة إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن.